سيدي هاد الطريق هادي ديما كندوز فيها معنا كنمشي لبوزكوله بزاف قبل كاع ما تكون هاد القنطره بعدا دابا الا كنتي غتجي للمعارف خاصك على الاقل كتلقى السيركيلاسيون مزير كتجي من جهه سيدي مسعود والقنطره مزيره على الاقل غتوصل للمعارف على ساعتين ديما كانوا ولا ثلاثه بعض الاحيان اللي قبل ما يدخلوا الناس للخدمه ولكن ملي دابا ان شاء الله غتحلنا الطريق غادي الوقت غادي تسرح في البلاصه والحمد لله انا دابا اليوم دزت جيت لقيت الطريق مزرحه القنطره مزيان غادي تحل بزاف ديال المشاكل لان هذه البلاصه هذه كانت بوان نوار دابا تحلات مزيان الطريق مزيانه غادي مزيانه الحمد لله جو بونس كو لوفرتور دو بون ا في سيت ان تري بون نوفيل puisque la circulation a été désengorgée et je pense que c'est salutable pour on peut saluer ça pour les usagers. Je suis à l'ISCAE et généralement je constate en fait qu'avant l'ouverture du pont, la circulation était vraiment, il y avait beaucoup d'embouteillages, mais de nos jours avec l'ouverture, on constate que la circulation est fluide maintenant. فيها الحوادث بزاف لان هاد القنطره دارت فيه ماشي دير فينا فهاد العواشر هادي وفهاد سيدنا رمضان دير فينا واحد الطريق ما نبقاوش محنين ومعصبين وربح الوقت تتربح الوقت تقريبا ساعه ما جالسه ديرنا هنا فهاد القنطره هادي ديجا كان بوان نوار هنا بالنسبه نقطه سوداء بالنسبه للسيركيلاسيون عندنا حنا اللي كنعرفوها كاملين ودابا بالافتتاح ديالها راه كتشوفوا السيوله دابا اللي ولات واللي لاحظت انا دابا المدار على المستوى الارضي راه اصبح تقريبا فلويد يعني السيوله كاينه راه فك واحد الاشكال كبير هنا ونقطه اللي هي كانت كتشكل مشكل بالنسبه لا للسائقين المحترفين ولا للناس العاديين ربحنا الوقت بزاف وحتى الناس دابا حتى اللي طاكسيور غادي يبداو يستعملوا هاد التقاطع علاش؟ لان كانوا كيهربوا منه كانت مشاكل مع الكليان دابا لا دابا الكليان بغى يمشي اي بلاصه اترافير هذا الملتقى ما كاينش مشكل بالنسبه للطاكسي وهنا حلينا مشكل العلاقه ما بين الزبون وما بين الطاكسي.